أهلا بكم. تتجه أسعار النفط هذا الأسبوع لتسجيل قفزة بنسبة تزيد عن 7%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أشهر. وبحسب مراقبين فقد ارتفعت أسعار النفط العالمية في عدة بورصات بفعل التوترات الجديدة في الشرق الأوسط، فقد جرى تداول عقود برنت عند 64.65 دولارا للبرميل بارتفاع 32 سنتا، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 51 سنتا لتصل إلى 58.64 دولارا للبرميل. ردت شركة تسويق النفط العراقية سومو التابعة لوزارة النفط على أنباء طلب السعودية بتزويدها بـ20 مليون برميل من النفط الخام بعد استهداف منشآتها النفطية التابعة لشركة أرامكو. ونفى نائب رئيس الشركة لمبيعات النفط الخام علي شطر وجود أي اتصالات بهذا الخصوص بين الشركتين. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد أفادت بأن السعودية طلبت من العراق تزويدها بـ20 مليون برميل من النفط الخام بغية دعم مصافيها الداخلية. حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من وجود عقبات تحول دون توفير بيئة ملائمة للشركات الاستثمارية الأجنبية في العراق. وقالت عضو اللجنة لدى جودة إن الشركات الاستثمارية غالباً ما تخشى العمل في العراق بسبب الروتين القاتل والقوانين المجحفة التي تقف خلفها أيادي فاسدة تحاول دون نجاح المشاريع الاستثمارية. وبيّنت لدى جودة أن جميع الدول تنظر للعراق كفرصة استثمارية ضخمة، لكنها في النهاية تصطدم بعراقيل قانونية وفساد إداري فتهرب إلى دول الجوار. أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رياض التميمي أن الحكومات في العراق أهدرت أكثر من 4000 مشروع للبنى التحتية خلال 6 أعوام. وقال رياض التميمي إن مجلس الوزراء أصدر في وقت الأزمة الاقتصادية عام 2015 القرار 347 الذي أتاح للشركات العمل على فسخ العقود مع الشركات التي تنفذ هذه المشاريع، مبينا أن استخدام القرار أهدر أكثر من 4000 مشروع في البنية التحتية منذ 2008 حتى 2014، وتسبب بهدر أكثر من 200 تريليون دينار عراقي من المال العام. أعلن مصرف الرافدين صرف دفعة جديدة من قروض المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح ما بين 13 ملايين دينار عراقي. وقال المصرف إن القروض شملت أكثر من 2000 متقاعد، وأوضح المصرف أن صرف القروض تم عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.